انتم راكب تسيبوني، انتم راكب تسيبوني. عليه مش حنسيبكم، عليه مش حنسيبكم. عبارة مغلفة بغلاف الحرص والخوف على الشعب ظنا منه انه المنقذ. هذه مقولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة عندما اعتلى منصة ملتقى الفعاليات الشبابية، وهو الآن يؤكد استمراره في منصبه حتى إقرار دستور للبلاد وتأتي سلطة منتخبة يسلم لها مهام حكومته. دبيبة في احتفالية عودة الحياة للشباب يعبر قائلا: لم أسع يوما في حياتي السياسية والاجتماعية إلى منصب، وعندما ترشحت للانتخابات الرئاسية لم أكن أبحث عن منصب أو مزايا. وبخصوص حديثه عن الانتخابات قال دبيبة: إن قوانين الانتخابات معيبة، وفي وقت كان الجميع لا يجرؤ على قول ذلك ولمفارقة القدر، قبل أشهر معدودات رشح نفسه منتهكا كل الأعراف والاتفاقيات والأدبيات، مشددا على ضرورة الضغط لإقرار دستور حقيقي يعبر عن الشعب وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، عادا أن الحكومة تعرضت للتشويه وأن هناك حملة لتغييرها، مقدما اعتذارا بالنيابة عن الحكومة أمام الليبيين عن أي أخطاء ارتكبت منذ توليهم مهامهم. كما دعا جميع الأطراف المعنية للانتخابات بأن يؤسسوا الانتخابات وفقا لدستور حقيقي يعبر عن كل الليبيين، مطالبا أن يتم استفتاء كل الشعب على الدستور، مؤكدا أن هذا الدستور يجب أن يكون على أساس الشفافية والمساواة بين كل الليبيين، ولا نريد تمييزا بين أحد. الدبيبة الذي يزعم دعمه المالي لجميع الشعب ومحاربة الفساد والتجديد على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، هو الآن يناقض ذاته بألف وجه. فتصريحات دبيبة بين الماضي والحاضر التي كانت بدايتها التجديد على تسليم السلطة لمن يختاره الشعب، بعدها بقليل يقدم ترشحه للانتخابات، وعند تأجيلها يبلغ عن استمراره في منصبه حتى تأتي سلطة منتخبة، وصفه المراقبون للشأن الليبي رجلا بين المواقف ونقيضها حسب مصالحه الشخصية.